بشرى بالحاج حميدة محامية ناشطة حقوقية وخصوصا نسوية. المحكمة خذت قرار يعتبر معناها مهم برشا، وبه أنه الناس تسمع به لأول مرة في تاريخ تونس، أنه المرأة اللي تتعرض للعنف، هذه نحكيه على قضية تحرش من خلال الانترنت، ولكن هو في الواقع تحول حتى إلى أكثر من هذا. القاضي قرر أنه إبعاد السيد، يعني منعه منعا تام الاقتراب من الضحية. هذا أول قرار، ويظهر يزم ياسر توانسة يسمعوا به، ونساء الضحية تسمع به، وكل إنسان يتصور أنه ينجم يعتدي على امرأة سواء بالكلام سواء بالحركات سواء بأي طريقة من طرق نعرف الاعتداءات عن نساء، يعرف أنه قام عدة إجراءات، من بين الإجراءات هو منع المعتدي من الاقتراب من الضحية. الحقيقة معناها هو مهم برشا، لأنه مستجيب للقانون. القانون هذا 58 يجبر الدولة على ضمان حماية النساء ماديا ونفسانيا وحتى كرامتهم، يعني الدولة مسؤولة على حمايتها. الحقيقة ما فماش أرقام باش نكون واضحين، وما فماش دراسات علمية، فما بعض المعلومات وبعض المعطيات اللي جات من مؤسسة الدولة، أنه هناك نسبة كبيرة 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 من الفتيات والنساء يتعرضوا يوميا إلى معناه نوع من أنواع العنف. هو متعدد هو بالحقيقة، لكن أكثر منه عنده صبغة جنسية في شبكات التواصل الاجتماعي. اليوم هذه ظاهرة في العالم أجمع، لأن العالم أجمع اليوم ولا معناها مرتبط بهذه الشبكات. احنا الحاجة الإيجابية عنا قوانين، وهي حاجة مهمة، عنا بداية تطبيق القوانين، ولكن ما زلنا بعاد ياسر على الوقاية. اليوم المطلوب من الدولة التونسية ضمان الوقاية، وكي نقول وقاية نقول التربية على عقل الإنسان، نقول دائما التذكير. دولة من دورها مش فقط المجتمع المدني تذكر الناس أنه استعمال الشبكات واستعمال الانترنت بصفة عامة يخضع إلى قواعد لابد من احترامها. كل أنواع العنف تستوجب المعالجة. هو القوانين موجودة، لكن نحن نحب نمر إلى تطبيق هذه القوانين، ونمر إلى سياسات تتخذها الدولة لمعالجة هذه المظاهر. من بين المظاهر هو الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. علاش ربما تقلق أكثر ولا فيها مشكلة؟ لأنه في عديد 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 من الحالات الناس اللي تستعمل التقنيات ما تعرفش شكون، فما برشا يجيوا تحت أسماء مش صحيحة، يجيوا معناه تحت فو بروفيل، معناه حتى باش توصل لهم فما مشكلة. اليوم ممكن تتعرض للهرسنة، ممكن تتعرض للتهديد، ممكن تتعرض لكل أنواع من السب والشتم، ولكن في الأخر تلقى صعوبة باش توصل المعتدي، في حين أنه في معظم القضايا الأخرى المرأة ولا البنت تتعرض للعنف ولا الطفل يعرف من المعتدي. احنا عندنا مشكلة زادة التعرف على المعتدي، وزيد فضاء هذية فضاء جديد، فضاء وكأنه فضاء حرية، ونتصور أنه الاعتداءات هذه تحد من حرية المرأة ومن حرية الطفلة، لأنها تولي تدخل، كي تدخل للفضاء هذا تولي كأنها تشعر بالخوف وكأنها في الشارع ولكن بدون حماية. هو فما ساعة قانون عام، هو قانون المواصلات اللي فيه نص يتعلق بكل أنواع الاعتداءات، يعني أي إنسان يضر ولا يزعج إنسان آخر من خلال هالقنوات هذه الوسائل هذه يتعرض العقوبة بين عام وعامين سجن، هذا بصفة عامة. لكن كي ندخلوا نحن للقانون اللي يهم النساء ضحايا العنف، ما نلقاوش الوسيلة، ما يهمش الوسيلة بأي طريقة الاعتداء، المهم أي نوع من الاعتداء، لفظي، معنوي، نفسي، سياسي، جنسي، يعني كلها معنية وممكن أن نعالج بها. وأكبر دليل القرار اللي حكينا عليه، أنه القاضي من خلال القانون القضاء على العنف ضد المرأة تمكن لا فقط من إحالة السيد على المحكمة، اليوم قضيته أمام المحكمة الجزائية، ولكن أيضا أنه اتخذ كل إجراءات الحماية بالنسبة للضحية. الآليات القانونية موجودة، اللي ناقص هو التوعية، اللي ناقص هو الوقاية، واللي ناقص هو الإعلام. يعني أغلبية الناس ما تعرفش لا فما قانون، تقريبا حسب الدراسات شطر المجتمع التونسي ما يعرفش فما قانون معناه مناهضة العنف ضد المرأة. المعالجة، وهنا رينا حتى القاضي وقت اللي حب يلقى حلول لقاها، معناها زيادة على الإحالة على المحاكم من أجل العقوبة، الحاكم خذا إجراءات الحماية بالنسبة للضحية. اللي ناقص هو التعريف بالقانون. وقت اللي تعرف اللي أنت تونس اليوم
بعد 3 سنين اشتر المجتمع ما يعرفش فما قانون قضاء على عنف ضد المرأة، اللي معناها حتى اللي يسمعوا به القانون ما يسمعوش بتفاصيله، ما يعرفوش قديش ممكن يطبق على أي واحد، معناها يتصور هو عمل حاجة عادية ولا قال كلمة عادية ولا سب ولا اعتداء، يعتبره هو حاجة بسيطة، لكن هو يجي تحت طائلة هذا القانون. الدولة الحقيقة مقصرة برشا في التعريف بالقانون، في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وهذا موجود بالقانون، معناها القانون يفرض على الدولة الوقاية، كنقول الوقاية ديما نقول هي التربية على حق الإنسان، التربية على عدم التمييز، لأنه القانون العنف ضد المرأة يعتبر أنه العنف ضد المرأة هو نوع من أنواع التمييز، بل هو التمييز بعينه. فما ساعة القانون الجزائي معناه شكاية وكيل جمهورية، أنا أي مرأة تعرض للعنف في الفضاء هذا الافتراضي تنجم تشكي وكيل جمهورية، أول حاجة تعملها هو معاينة بواسطة عدم منفذ، والحمد لله فما توا جمعيات نعرفوا اليوم فما برشا جمعيات قاعدة تساعد نساء ضحايا هذا النوع من العنف وكل أنواع العنف، لكن يجب قبل كل شيء معاينة. الحاجة الثانية ممكن أن تتجه للقاضي الاستعجالي حتى معناها يحميها إذا فما خطورة، معناها كان تشعر أن هناك إمكانية أن يتحول الهرس لهذه ولا الاعتداء هذا أي نوع تحرش اللي هو من خلال الفضاء الافتراضي إلى الواقع، يمكن الحاكم أن يتخذ في الأثناء في انتظار المحاكمة إجراءات الحماية، معناها يمنع السيد من اقتراب من الضحية، معناها فما إجراءات قانون موجود متوفر، القانون معناها سواء الحماية سواء العقوبة الزجر موجود. ديما نعود نرجع اللي ناقص هو التوعية، هو الإعلام، هو أنه توصل المعلومة للتوانسة باش يعرفوا بالنسبة للضحايا شنو حقوقها، وبالنسبة للمعتدي شنو ينتظروا عندما يستسهل اعتداء على النساء بطريقة أو بأخرى.